السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبنائي، أبناء دار الثقافة. أهلا بكم في درس جديد، والدرس الأول من الفصل العاشر. ودرسنا اليوم درس سهل وبسيط، وهو وحدات الطول. فكرة هذا الدرس يا أبنائي أن أختار وحدات مترية مناسبة لقياس الطول، وأحول بين وحدات الطول المترية. مفرداتنا وهو النظام المتري، السنتيمتر، المليليتر، المتر، والكيلو متر. فلنستعد يا أبنائي إلى هذا الدرس عن طريق هذا المثال. يبلغ ارتفاع الشجرة الظاهرة في الصورة حوالي 20 مترا، علما بأن ارتفاع أعلى شجرة في العالم يقدر 123 مترا. النظام المتري هو نظام قياس عشري من الوحدات الشائعة لقياس الطول في النظام المتري، الملي متر والسنتيمتر والمتر والكيلو متر. مفهوم أساسي على وحدات الطول المترية: 1 سنتيمتر يساوي 10 ملي متر، و1 متر يساوي 100 سنتيمتر أو 1000 ملي متر، 1 كيلو متر يساوي 1000 متر. نلاحظ يا أبنائي الوحدات الصغيرة زي العملة المعدنية سمكها تقدر ب1 ملي متر تقريبا، وعرض الأصبع يقدر طوله ب1 سنتيمتر تقريبا، أما الباب ارتفاعه يقدر ب1 متر، أما ارتفاع طالب مثلا طول طريق يا شباب، معلش أنا آسف، وهو طول طريق إلى المدرسة يساوي 1 كيلومتر تقريبا. مثال من واقع الحياة وهو اختيار وحدة مناسبة. قياس: ما الوحدة التي تستعملها لقياس طول الطريق من الرياض إلى مكة؟ المليمتر وأم السنتيمتر أم المتر أم كيلومتر؟ الإجابة يا أبنائي هو طول الطريق أكبر كثيرا من المسافة بين أرض الغرفة ومقبض الباب، لذلك فإن وحدة القياس سوف تكون الكيلومتر، وهي وحدة القياس المناسبة. فلنتذكر يا أبنائي، عند التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة سوف نستعمل الضرب، وعند التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة سوف نستعمل القسمة. المثال الثاني يا شباب، وهو مثال من واقع الحياة على التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها. والمثال الثاني يقول: قصت سميرة شريطا طوله 5 أمتار، كم سنتيمتر يبلغ طول الشريط؟ نلاحظ يا أبنائي الشريط طوله 5 أمتار، والمطلوب تحويل الشريط إلى سنتيمترات، لذلك 5 متر يساوي كم سنتيمتر؟ هنا هنضرب 5 في 100 يساوي 500، إذن 5 متر يساوي 500 سنتيمتر، إذن طول الشريط يا شباب يساوي 500 سنتيمتر. فلنتذكر يا أبنائي عند الضرب في 10 أو 100 أو 1000 سوف نستعمل حقائق الضرب الأساسية وعد الأصفار في العوامل المضروبة. مثالنا الأخير على درسنا اليوم يا أبنائي على التحويل من وحدات صغيرة إلى وحدات أكبر منها، وهو مثال من واقع الحياة. المثال الثالث على ألعاب: لدى رشا 50 حجرا طول كل منهما 4 سنتيمتر، إذا رتبت الحجارة جانبا إلى جنب كم في الصورة أدناه، فكم مترا سيبلغ طول صف الحجارة؟ الخطوة الأولى يا أبنائي أن أوجد الطول بالسنتيمترات. عدد الحجارة 50 في طول الحجر الواحد 4 يساوي 200 سنتيمتر. الخطوة الثانية: سوف نحول 200 سنتيمتر إلى أمتار، يبقى 200 سنتيمتر سوف يتم القسمة على 100 يساوي 2، إذا 200 سنتيمتر يساوي 2 متر، إذا طول صف الحجارة المكون من 50 حجرا يساوي 2 متر. شكرا لكم يا أبنائي، أتمنى يكون درسنا سهل وبسيط. إن شاء الله بإذن الله نلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.